رد الأمين العام للأفلام جمال ولد عباس مساء اليوم في تصريح خاص به قناة النهار على هامش التجمع الذي نظمه بولاية باتنا عشية انطلاق الحملة الانتخابية على من أسماهم بالمشككين في تاريخه الثوري، حيث أدرج ما أسماه بالاتهامات التي طالت في خانة حسابات سياسية لخصومه عشية الاستحقاقات القادمة. مزيد من التفاصيل في ميكروفون سيد حريكة. الآن انتظروا كل شيء من المعارضة، من بعد المعارضين انتظروا منهم. هذه حملة انتخابية، يعني يستعملوا كل الأسلحة. أنا ما يقلقونيش. الأخ جمال ولد عباس مناضل مجاهد محكوم عليه بالإعدام.